في كل مرة تحمل مزن السماء قطرات مطر هطولا على وادي حجر، تتجدد معاناة أبناء المديرية الأكبر مساحة ضمن مديريات ساحل حضرموت المتمثلة في انقطاعهم عن العالم جراء قطع مياه السيول المتدفقة للمعبر الأرضي الوحيد وشريان الحياة فيها. فمنذ أكثر من أسبوع والأهالي عاجزون عن الوصول إلى منازلهم، فيما يضطر آخرون إلى استغلال أي فرصة لانخفاض منسوب المياه لنقل المرضى والاحتياجات العاجلة من المواد الغذائية حملا على الأكتاف، مغامرين بحياتهم وسط مجرى السيل. السبب الأساسي في معاناة أبناء حجر هو عدم إقامة القصر المعلق لهذه المعبرة. ومع اضطرار الكثير من العائلات للانتظار لأيام عدة على أمل أن تسنح لها فرصة عبور الممر الوحيد الرابط بين المديرية وبقية مديريات ومدن المحافظة، تتوجه أنظار الكثيرين إلى السلطات المحلية للتدخل العاجل وإنقاذ من تقطعت بهم السبل. ومع تكرار هذه المعاناة في كل موسم أمطار تشهده المحافظة، تبرز حاجة المديرية البالغة إعداد سكانها أكثر من 120 ألف نسمة، ويتجدد الأمل في نفوس أهالي المديرية بجسر معلق ينهي هذه المعاناة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مديرية حجر.